الو، هلا والله حبيبي، يا نهار ابيض يا جدعان، دي اول تجربه ليا في فويس شات. انت عامل ايه؟ اسمك ايه؟ طيب ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، ايوه زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي على الشاشه، انا فاتح حساب جديد. هو مش الحساب ده مش بتاعي تمام، ولكن تبع حد من الابطال اسمه محمد. الشخص ده كان بيصور معايا فيديوهات في ماينكرافت وكده، ولكن الشخص ده طلع مع حساب ومفعل الفويس شات يا ابطال. ايوه ليتس جو. واخيرا لاول مره في حياتي اجرب الفويس شات في لعبه روبلوكس حرفيا يا ابطال. لو الفيديو ده عجبكم ووصل 2000 لايك في يوم واحد بس، هعمل سلسله هتكون زي جربت خدها على تيك توك ولكن في الفويس شات. هندخل في سيرفرات كتير جدا يا ابطال ونشوف الناس ونقعد نهزر معاهم ونعمل مقالب عليهم وكده. قبل ما نبدا الفيديو النهارده، حطوا لايكات كتير جدا واشتركوا تحت في القناه عشان داخلين على 80000، وشكرا بجد على 70000 مشترك. انا مش عارف اوصف لكم حب ازاي والله يا جدعان. فرحان قوي على كميه الحب والتفاعل، وانا والله العظيم ابطال بشوف كل كومنتاتكم، وكل الكومنتات بحط لها قلوب اول باول عشان انا بحبكم. وانتظروا ال 100000، هيبقى في كلام جامد جدا، وبفكر اعمل لكم حاجات كده حلوه. يلا بينا، خلينا نبدا الفيديو. المفروض دلوقتي احنا هندخل على الديسكفر. تمام، الديسكفر ده اللي هو بيظهر لنا كل المبات كويس. او خلينا ندخل يا ابطال على بروك هافن اول حاجه. تمام، زي ما انتم شايفين يا ابطال، او ماي جاد، بروك هافن مكتوب فويس انيبل نو. للاسف يا ابطال يعتبر كده مابت بروك هافن مش هنقدر نشغل فيها الصوت. مشكلة والله يا ابطال، ولكن مش عارف، ممكن يكون يا ابطال في ماب تانية نقدر نشغل فيها الصوت زي بروك هافن. تمام، خلونا كده مثلا يا ابطال ندوس كده. تمام ماشي، نشوف ايه الماب دي. احسن حاجة يا ابطال لما انت بتكون مفعل تمام بتقدر، ايوه او ماي جاد، الماب دي نقدر نشغل فيها ولا اللي هي شباب بروك هافن، اسمها بروك ار بي، مش بروك هافن دي يا ابطال. ولكن برضك يا ابطال انا مصمم ان انا ادخل ماب بروك هافن ونجربها جوه. ليتس جو. المفروض دلوقتي يا ابطال دخلنا ماب البيوت كويس قوي، واضح كده ان ده سيرفر. خلينا نشوف ده سيرفر ايه. او ماي جاد اجانب. خلينا نشوف، ايوه السيتنج. او ماي جاد، للاسف يا ابطال فعلا مش شغال يعتبر الفويس شات. خلاص واضح كده يا ابطال فعلا ماب البيوت، حتى لما الفويس شات يشتغل في كله للاسف، يعني هيشتغل في مباب معينه ومباب محدوده، ولكن ولا يهمنا عادي سويز يا ابطال. المهم اللي احنا دلوقتي هندخل ونجرب في مباب ثانيه. ولكن يا ابطال في ماب ثانيه بصراحه حلوه جدا، وناس قاعده بتقول لي الماب دي شغال فيها الفويس شات، اسمها ماب البيوت تحديث. ايه تحديث الشنطه ده؟ ما علينا، ماب البيوت يا ابطال النسخه العربيه تمام، والمفروض اللي فيها اكتر من 15 مليون فيزيت. وايوه الفويس انيبل يس يا ابطال وشغاله. واضح ان الماب دي هنلعب فيها كتير، لان الماب دي كلها عرب. خلينا ندخل ونسمع ونستمتع وليتس جو. خلينا ندخل بسرعه. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا ابطال دخلت ماب البيوت اللي هي العربيه تمام، وزي ما انتم شايفين يا ابطال كده الفويس شات شغال عندي. دوس كده. اوه ثانيه ثانيه. السلام عليكم. هلا والله. عندك الفويس شات شغال؟ واضح كده ان هم مش عندهم الفويس شات شغال. لا 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 ماشي، انت سامعني؟ طيب حول حول. ماشي تمام، واضح كده اللي هو ايه ده. حلو يا ابني، السلام عليكم. واضح كده ان كل الناس دي مش شغال عندهم فويس شات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب اي حد شغال؟ هو انت سامعني؟ طيب حاسس الشخص ده سامعني ومش عايز يتكلم، مش عارف. طب يا خالد، خالد بقول لك ايه ده. هلا والله، السلام عليكم، كيف حالك حبيبي؟ والله ثانيه بس علي الصوت، مش انت صوتك واطي؟ ايوه اتكلم كده. الو. هلا والله حبيبي، يا نهار ابيض يا جدعان، دي اول تجربه ليا في فويس شات. انت عامل ايه؟ اسمك ايه؟ طيب محمد. محمد، عشت الاسامي محمد. بس انا مش عارف اقول يا جدعان، يا نهار ابيض. بص، واحنا دلوقتي بنصور فيديو تمام على يوتيوب، فانا بجرب الفويس شات لاول مره في حياتي بصراحه في لعبة روبلوكس. او ماي جاد، انا بطلع باليوتيوب. يا باشا عيب عليك يا عم، ما تطلعش ليه؟ او ماي جاد، لايكات يا جدعان بالسكن الغريب اللي معايا ده، اقسم بالله ايه الهبل. لا ماشي ما علينا عشان ده مش حسابي، ولكن يعني محمد بيقول لكم حطوا يا جدعان لايكات، عايزين نوصل 80000 مشترك. ليتس جو حبيبي محمد والله. طب بقول لك ايه، تعالى كده نروح عند ده، تعالى كده، ده فاتح مايك ده ولا ايه؟ الو السلام عليكم. يا عم سيف، السيف جامد صراحه، واضح اللي هو مش حاطط مايك اصلا. ماشي خلاص، خلونا عارفين الناس اللي في المدينة
المدينه هنا يا جدعان. طب ما لقيناش كده غير واحد اللي هو اسمه محمد. خلاص انا حفظته. السلام عليكم، بيتكلم في مين في التليفون وبيجري ليه؟ اظن انه ما فيش حد يعني مع الشات اللي احنا بس. يا بجد انا شفت رحت عند ما بالبيوت قبليك يعني، تمام يعني قبل ما اجي هنا رحت عند ما بالبيوت الاصليه، لقيت للاسف ما فيهاش يعني فويس شات، وده حاجه مؤسفه جدا بصراحه. انا مش عارف والله، ولكن تتوقع فعلا يا ابطال يعني كل الابطال اللي تحت في الكومنتات، هل فعلا ممكن يعني يضيفوا اللي هو الفويس شات في ما بالبيوت الاصليه؟ وهل فعلا هتشتغل مثلا؟ مش عارف، بس ماب زي دي ابطال حرفيا ممكن تتشهر بسبب الموضوع ده، لان ابطال الماب دي النسخه العربيه والناس العرب. ايه ده 100,000 لايك يا جدع يا جدع، واحده واحده ماشي. انا هموت واعرف ده بيعمل ايه، ده حاسس اللي هو، انا حاسس ان هو سامع صوتنا ومش مع مايك، مش عارف حاسس كده. وفي اغاني شغاله ما اعرفش مين اللي مشغل الاغاني ده، يعني هنبلع كوبايه عسل دلوقتي. خلينا كده ابطال نشوف هنا حد شغال في المطعم. سلام عليكم. سلام عليكم، مفيش حد هنا. طب ما عايزين نروح اي بيت مثلا. او ماي جاد، عربيه، تعالوا كده العربيه، تعالى محمد معايا، ليتس جو. انا ومحمد الفويس شات خربانه. يا سلام على الصوت، صوت العربيه حلو بصراحه. تمام خلونا كده يا ابطال نروح هنا. ايوه ده اكيد بيت شخص يعني. ماشي الواد ده نفس هو يا عم، انت سامعنا وبتهزر على فكره. ماشي تمام خلينا كده. السلام عليكم يا ناس اللي هنا، يا ناس اللي هنا. يعني انا جايب حساب ومتفعل في الفويس شات عشان ما الاقيش حد غير محمد، والله ابكي. خلاص خلاص يا محمد انزل انزل، ما فيش حد خالص. تمام خلونا كده يا ابطال. طيب ايه خلينا نجرب ماب ثاني، عشان الصراحه ما بظنش انه في حدا مع بوشات. يعني انت شايف اللي حته ثانيه بس، انت قلت لي يا بلال ازاي؟ انت عرفت الاسم منين؟ انت عم واضح انت عارفني يا عم، نفسك مش عارفني وربنا. تعال 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 ماشي. واضح كده يا ابطال. يعني بصوا هو فيديو النهارده بصراحه انا مش عايز ادخل ماب ثانيه، تمام، لان الفيديو النهارده انا عايز يكون ماب البيوت بس، تمام، وعايز اشوف ايه اللي بيحصل. ولكن اضطريت ان انا ادخل ماب البيوت اللي هي العربيه، وهي دي الوحيده اللي واضح اللي شغال فيها الفويس شات. عايز اروح اماكن اكتر من كده. تعال نشوف كام واحد في سيرفر معانا، حرفين في ناس كتير ولكن ما اعرفش الناس الكتير دي فين. خلونا ابطال نلف شويه بصراحه. يعني الفيديو ده ابطال حرفيا لو وصل 200,000 لايك، محمد عداني لو وصل يا ابطال 2000 لايك في يوم واحد بس، والله حلو قوي المستشفى. ايه ده؟ بتعمل ايه يا عم انت؟ يا عم السيف انت، انا مش عارف، ما تتكلم معانا يا عم، احنا فاتحين فويس شات. طيب تمام، في اغاني شغاله وموضوع غريب قوي. ثانيه، وهنا في اسرار بردك. مفيش. ايوه صح ماشي، هنا مفيش زي الماب الثانيه. تمام خلونا كده يا ابطال نسوق كده. ليتس جو ليتس جو. معلقه باظت، شكرا جدا. يعني هنا بس مكتوب مركز المدينه. او ماي جود جامد، ليتس جو، يلا بينا يلا بينا. الغريب يا ابطال في الماب دي اللي هنا في اغاني عربيه حرفيا شغاله، وانا ما اعرفش ايه اللي انا مسكته ده، اقسم بالله. لحد دلوقتي الحمد لله محمد معايا وكتب حط لايكات وسبسكرايب، الراجل ده يدينا درع المليون دلوقتي على فكره. ايوه في ناس جديده اهي، تعالوا في كنيش نشنك اهو. معلش يا ابطال فيديو النهارده هيبقى في ماب البيوت. تمام ايه ده؟ هلا والله، انا مش عارف ليه بمشي كده، ولكن ده جليتش او في حاجه معينه. ماشي سلام عليكم، هلا والله، كيف حالك؟ انا هموت واعرف اللي بيمشي ده حرفيا معانا. يعني انت سامعنا والله ومش عايز ترد يا عمي؟ لو انت سامعنا تمام، احنا بنصور فيديو يوتيوب، فواضح لو مش عايز صوته مش عايز يطلع. ماشي براحتك يا عم. ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه الاخبار؟ ايه السكنات اللي كانش؟ تبص حرفيا احنا كلنا مناوب ما عدا محمد، يعني بصراحه يعني لبس مش مناوب خالص. ايه ده؟ لا يا نهار ابيض، ليه 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 يا عم؟ ده انا كنت بشكر فيك، ليه غيرت السكن ده؟ ما بحبوش اقسم بالله. تمام في بنت هناك، خلونا كده نروح بسرعه. يا لهوي اتخبطت في العمود بسرعه. ممكن اغاني؟ انا مش عايز اغاني يا جدعان انتوا. السلام عليكم. هلا والله. السلام عليكم، انا ما اعرفش ماشي كده ليه والله، بس ما تسالنيش. السلام عليكم. طلب برجر. ماشي خلاص، هو واضح اللي هو رايح ياخد برجر محمد. الو يا عم بعد اذنك ثانيه. ايوه هي هتتكلم، انا حاسس انها هتتكلم. في واحد هناك جديد اهو، خلينا نروح له. السلام عليكم، ازيك يا وحش، عامل ايه الاخبار؟ سوبر مان ده ما علينا بيه. ده نينجا، او ماي جاد. ماشي يعني النينجا مش بيتكلم يعني معانا؟ يا عم هو نينجا عنده بردك عادي يا نينجا. بقول لك يا عم نينجا، بقول لك ايه ده؟ استنى استنى نينجا استنى، يا لهوي يا نينجا، يا الله. ماشي شكرا حبيب قلبي. يا جدعان خلاص بقى، يا جدعان خلاص. طب ما فيش مكان جنبك، خدني جنبك. طيب ابو محمد الله عليك، يلا ودي يا عم روح. انا عارف ان الواد ده سامعنا اصلا يا محمد، وهو انا حاسس والله العظيم حاسس. ايوه وقفنا عند البنت دي بسرعه عشان البنت بتتمشى بقى كده تسمع صوتنا. بدات تلعب. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا والله. اهلا. الو. طب ايه؟
الو ايه ده يا عم؟ والله افتكرتها هي، يا نهار ابيض. والله ما بهزر. خلاص يا جماعه مفيش فايده، واضح ان احنا النهارده اتعرفنا على محمد بس، ولكن يعني في ماب البيوت العربيه مش الاصليه. بصراحه هي ماب حلوه ولكن ما فيهاش ناس كتير. انا ابطال توقعت قبل ما ادخل على الماب دي. اه ليه 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 يا الله. بص بص انا رحت فين؟ ايه ده؟ ده في ماب تانيه بتتصنع. ايه ده؟ ايه المكان اللي انا روحته ده؟ او ماي جاد، والله مكان جامد. ولكن محمد بعد عني وكل الناس بعدت عني. بصراحه بطل كام فيديو جامد جدا، واضح ان محمد ده اللي جاي لي. انا قلت ان انت مش هتسيبني يا عم، انت لو قعتني يا عم ماشي تمام. بصراحه ابطال ماب محمد هو يا جدعان جه حبيبي. بصراحه ابطال انا قلت ان انا هدخل ماب البيوت دي وهلاقي بقى فيها كميه ناس فاتحه مايكات. ما شاء الله واحد بس اللي فاتح مايكات. ولكن يعتبر كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. لو عايزين ابطال نعملها سلسله وندخل على المابات كلها تمام، حرفيا كلها، نتكلم عرب واجانب وكل الناس. يعتبر ابطال بس توصلوا بس ابطال فيديو ال 2000 لايك في يوم واحد بس، ونعمل احلى سلسله ابطال في الدنيا. وبس كده ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، يبقى جيمنج اكسوي سلام.